السلام عليكم. شرعت شركة نونو رسميا في عرض سياراتها الاقتصادية كويد في قاعات العرض في تونس، وأعلنت عن أسعارها ومواصفاتها التي جعلت عليها الإقبال الكبير جدا. وتتوفر هذه السيارة في تونس بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1 لتر يولد قوة 70 حصان، وهي تتوفر على مختلف التجهيزات الراحة والأمان على غرار شاشة لمسية بمقاس 7 إنش تدعم نظام الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي ونوافذ كهربائية وقيادة معززة ونظام الثبات الإلكتروني وفرامل مانعة للإنغلاق ومرايا جانبية إلكترونية ومساند الرأس للركاب الخمسة وغيرها من التجهيزات الأخرى التي تجعل منها السيارة مريحة. وبالنسبة لأسعار رونو كويد في تونس فهي معروضة في قاعات العرض بسعر 23750 دينار تونسي بما يعادل 115 مليون سنتيم. ولجأت رونو إلى تخفيض السعر الذي أعلن عنه سابقا وكان 26 ألف دينار تونسي بما يعادل 125 مليون سنتيم. وشهدت هذه السيارة إقبالا كبيرا من طرف التونسيون لما تتسم به من سعر منخفض وتجهيزات غنية، وتعول شركة رونو على زيادة مبيعاتها في إفريقيا من خلال هذه السيارة التي تعتبر أرخص سيارة لعلامة رونو في الأسواق. وفي الأخير، واش رأيك عزيزي المشاهد في سعر هذه السيارة؟ واش هو مقبول أو مبالغ فيه؟ سلام.